أيوب خلف الله، عمري 15 عام. كنت قبل نفرق الألعاب متاعي وناخذ منها قطايح ونعم بها حاجة صغار. وعام 2016 سمعت بكلوب روبوتيك في دار الشباب بالقاط، فقررت شارك فيه باش تطور موهبتي. ومن وقتها تعلمت الكوداج وولت نخدم روبوات وحدي في الدار، وشاركت بهم في مسابقات وطنية وخلطت المراتب الثانية والثالثة، وإن شاء الله نشارك في مسابقات عالمية. هو جنرالمون دومين الروبوتيك كاين الفلوس معناها ولازمو مصروف، لازم نشري معناها نخصص من مصروفي باش نشري. ايه بصراحة معناها نحب نوصل رسالة للشباب، نحب نقول لهم ما تأيسوش، خاطر هو صحيح دومين معناها صعيب وجديد، ومعناها حتى كان فشلت مرة لازمك تكمل وتواصل، خاطر فشل مفتاح النجاح. وإن شاء الله ربي يوفقنا، وعلاش لا ما تصيرش عندنا ثورة تكنولوجية كما اليابان.